بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة جلوتوكس العربية. اليوم وفي تطبيق جديد من تطبيقات الأندرويد، سنتعرف على تطبيق صغير يتيح لنا مراقبة استهلاك البطارية واستهلاك الطاقة على جهاز الأندرويد الخاص بنا. أولا نفتح متجر أندرويد، ثم البحث نكتب باتري بوت. هذا هو التطبيق، به نسختين، نسخة فري ونسخة برو. النسختين هما مجانيتين على اندرويد، لكن النسخة برو هي مدفوعة على بلاي ستور. النسخة برو تحمل مزايا أكثر من النسخة فري. نضغط على باتري بوت برو، أنا ثبتها من قبل. النسخة هي مفتوحة المصدر وحرة تحت رخصة جنو العمومية جي بي اي 3، وكذا الصلاحيات هي جد معقولة. كنترول فيبريشن، تحكم في اهتزاز الهاتف، وكذا الكتابة والوصول الى ذاكرة الهاتف، وكذا ران ان ات ستارت اب بمعنى العمل عند إقلاع الجهاز أو عند فتح الهاتف. نضغط على ران، هذا هو الهاتف أو هذا هو البرنامج عفوا. يعطيك مجموعة من المعلومات، نسبة ملء الجهاز، طاقة الجهاز 82%، عدد الساعات التي يمكن أن يعمل بهذه الطاقة 21 ساعة و32 دقيقة، ويعطيك درجة الحرارة 25.7 درجة مئوية، والفولتاج الخاص بالجهاز. في الإعدادات هناك مجموعة من الإعدادات، أهمها ستس بار إيكون، يمكن تخصيص الإيكون التي تكون في البار العلوية. نتركها كلاسيك، يعطيك مجموعة من الخيارات الأخرى في كلاسيك، يعطيك البطارية وبداخلها النسبة المئوية لملء الطاقة. عندما نضغط على فورس كلاسيك كولور مود، يعطيك مجموعة من الخيارات الأخرى، أي يجعل البطارية تكون بالألوان. عندما تكون أكثر من 40% تكون باللون الأبيض، عندما تصل إلى 40% تكون باللون الرمادي، وعندما تصل إلى 15% تصبح باللون الأحمر. يمكن تعديل هذه النسبة كما تشاء. كما تشاهدون أنا سأتركها بشكلها العادي، تعطيني نسبة مئوية. ألارم هي خاصية جميلة في الهاتف. أد ألارم يتيح لك وضع تنبه عندما مثلا عندما يصبح نسبة ملء البطارية 100%، تضغط على هذه وتختار مجموعة من الخيارات الأخرى. مثلا عندما temperature rises above، عندما تتجاوز الحرارة حرارة الهاتف الحد السليم، تعطيك رنين وتعطيك تنبيه أن الهاتف حرارته أعلى من المعتاد. يمكن تفعيل الفيبريت أو الهزاز، وكذا تعديل الرنة كما تشاء. يمكن تعديل الرنة مثلا هذه الرنة. اوكي، عندما تخرج تجد ان فول شارجن هي اذا اردت اكثر من واحدة يمكن وضع اكثر من واحدة. نضغط على temperature rises above ونحدد الحرارة التي لا يجب تجاوزها. نضغط على 60 درجة ونضغط على الارم. هذه الرنة عندما تتجاوز الحرارة أو تصل إلى 60%، يعطيني هذه الرنة. تطبيق جميل مفيد، أتمنى أن يكون قد راقكم وأعجبكم. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.